هنخش على السيركت بعد كده اللي موجوده معانا اللي هي مين؟ اللي هي الانديكيشن سيركت، ودي سيركت بسيطه جدا. انت على الخليه بتاعتنا من فوق بيكون عندك خمس لمبات في السويتش جير، لمبه فيها حاله السيركت بريكر اوف، السيركت بريكر مفتوح، ودي بتكون جرين لامب، لمبه خضراء. السيركت بريكر اون اللي هي الفاكيوم سيركت بريكر في سي بي اون، ودي بتكون لون احمر. عندك الارث سويتش اون وده بيكون برضو باللون الاحمر. عندك الفي سي بي ان سيرفيس يعني حاله البريكر راك ان، فدي بتكون باللون الابيض. وعندك في سي بي ان تيست يعني البريكر في حاله التيست بوزيشن، ودي بتكون باللون الايه؟ البلو كار اللي هو اللون الازرق. تمام؟ فالدايره هنا بتكون بسيطه جدا، انا باخد الدي سي من ام سي بي مختلف، اللي هو قلنا اول صفحه كان فيه عندك او صفحه الدي سي كان فيه بوزيتيف ونيجاتيف اي ان دي، وتاك حتى اي ان دي خسار انديكيشن، فدي الانديكيشن سيركت. بتجي لك هنا بتدخل هنا، ده كونتاكت من حاله السيركت بريكر، وده كونتاكت من حاله السيركت بريكر، ده كونتاكت من حاله الارث سويتش، وهنا الارث سويتش بيكون الرمز بتاعه كيو 8. تمام؟ طيب وهنا كونتاكت من كي 2 كي 1، مين كي 2 كي 1 دول؟ دول اللي احنا درسناهم امبارح اللي هم كونتاكت مالتيبليكيشن، اللي هم كانوا بيعملوا مالتيبليكيشن برضو لحاله البريكر راك ان او راك اوت، صح كده؟ لما قلنا ان احنا عندنا اثنين ليميت سويتش بس، وكان باشمهندس محمد الهاشمي او مش فاكر متذكر مين سالني، طب انت ليه عملت كده؟ ممكن تستخدم ال 6 وال 7، قلت لك ان انا ممكن اكون محتاجهم في دوائر اخرى، هجيب منين كونتاكتس وانا ما عنديش غير اثنين ليميت سويتش؟ فابتديت ان انا اشغل بيهم اوكسلري ريلي اللي هو عشان اخد منهم صور اخرى، عملت بيهم حاجه اسمها كونتاكت مالتيبليكيشن. فتلاقي عندك ان الكونتاكت ده حاله البريكر اوبن، حاله البريكر كلوز، حاله الارث سويتش كلوز، حاله البريكر تيست، حاله البريكر ايه سيرفيس. فطبعا هتلاقي ده يوصل الدي سي لللمبه دي، وده يوصل الدي سي لللمبه دي، وده يوصل الدي سي لللمبه دي، وده يوصل الدي سي لللمبه دي، وهكذا. طيب حلو قوي. طيب ساعات ممكن تيجي تلاقي اللمبات مثلا شغاله او مش شغاله، طب الارث سويتش مقفول ولا مفتوح، طب السيركت بريكر اون ولا اوف، طب ايه الدنيا عندي بالظبط؟ فبيعمل حاجه تانية، بيجي هنا ياخد طرف من الدي سي زي ما انت شايف كده، ياخد طرف اهو من الدي سي ينزل بيه هنا كده ويعديه، طبعا طرف من هنا وادي طرف من هنا وادي طرف من هنا وطرف من هنا وطرف ايه وطرف من هنا. تمام؟ دول كلهم بيعدوا على بوش بوتونز، او هو بيكون بوش بوتون واحد بس في اكتر من اوكسلري ايه، اكتر من اوكسلري كونتاكت. تمام؟ لما تدوس على البوش بوتون الكونتاكت ده يقفل ويقفل 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 ويقفل، فيوصل دايركت بوزيتيف على طول على اللمبات كلها، فاللمبات كلها المفروض تنور قدام، وده بنسميه الايه؟ بنسميه اللامب تيست، ان انا بتاكد اللمبه بتاعت سليمه. يعني لو دوست عليه لقيت في لمبه مش بتنور، معنى كده ان اللمبه دي مش منوره نتيجه ان اللمبه نفسها اللي بايظه، مش نتيجه ان البريكر. يعني مثلا انت جيت لقيت البريكر لا هي اون ولا هي اوف، جيت تدوس على اللامب تيست لقيت اللمبه بتاعت السيركت بريكر اون دي اشتغلت، ده معناه ان عندك مشكله في الكونتاكت نفسه. ليه؟ لان المفروض الكونتاكت ده كان يوصل ان البريكر اون، اللمبه مش بايظه، صح كده؟ بدليل ان انا لما دوست على الزرار ده ووصلت لها موجب اشتغلت. لكن لو انا دوست على اللامب تيست ولقيت ان اللمبات برضو ما اشتغلتش، يبقى معنى كده في ايه؟ ممكن يكون اللمبه نفسها هي اللي ايه؟ هي اللي بايظه. تمام كده؟ وفي الاخير طبعا لازم يكون عندك برضو سوبر فيجن على الدايره، عشان لو انت عندك مشكله الالارم يطلع لك الارم يقول لك خلي بالك دايره الانديكيشن فيها مشكله في الدي سي، عشان لو انت راجل بتاع صيانه او تشغيل ما تجيش تبقى عايز تشتغل في الكابل اهو ما عنديش مشكله الارث سويتش مفتوح او الارث سويتش مقفول او البريكر راك ان او البريكر راك اوت، فتاخد قرار غلط ويكون عندك اصلا ايه؟ ويكون عندك مشكله في دايره الدي سي. يعني ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني ممكن تكون انت فاكر الارث سويتش مقفول، تمام؟ بس انت شايفه هنا قدامك مفتوح، او ممكن تكون شايف البريكر راك اوت او راك ان بس الانديكيشن هنا مش موجود. ليه؟ لان في قطع في دايره الدي سي هنا، فالدي سي ما راحش لللمبات بتاعتها، فالارث سويتش ممكن يكون مفتوح مش مقفول، او مقفول مش مفتوح، البريكر راك ان مش راك اوت، او راك اوت مش راك ان، بس انت مش شايف، شايف اللمبات كلها فاضيه. تمام؟ هنا باشمهندس لازم يكون عندك ايه؟ اللامب تيست عشان تاكد ان اللمبات بتاعتك سليمه، ولازم يكون عندك سوبرفيجن